سمية، من ربك؟ ربي الله. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. أذكر آيتين من آيات الله. الليل والنهار. أذكر مخلوقين من مخلوقات الله. السماء والأرض. سمية، ما دينك؟ ديني الإسلام. وما الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما أركانه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. What are the levels of Islam, Sumaya? الإسلام الإيمان الإحسان. وما الإيمان؟ هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. سمية، is one's level of faith stable? No, one's level of faith is not stable. It increases by obedience and decreases by disobedience. ما الإحسان سمية؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وأنه يراك. هل للإحسان أركانه؟ لا، ليس له أركان وإنما له ركن واحد كما ذكرنا هو كما ذكرنا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وما شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة وهي اليقين، المحبة، الصدق، العلم، الانقياد، القبول، الإخلاص. What is the greatest thing that Allah commanded? The greatest thing Allah commanded is توحيد. تكبير. تكبير.